نحن بموقع مستشفى الطوارئ 100 سرير، تم انجاز 70% من المشروع ككل. الاعمال الميكانيكيه في مراحل متقدمه، حيث تم ربط الدافعات وكذلك الساحبات. نتامل وصول المصاعد، وكذلك متعاقدين على غرف العمليات، وان شاء الله في الايام المقبله راح نلاحظ تغيير ملحوظ في المشروع. معوقات في العمل؟ ما عندنا اي معوقات حاليا ان شاء الله، ونتامل تسليم المشروع في المده المقرره لها. المواد المستخدمه جودتها نوعيتها؟ مواد اكيد المواد قسم منها بصوره عامه الاستيراديه اوروبيه، فرنسيه، اسبانيه، عندنا تركيا، عندنا منها. العمل راح يشمل الاجهزه الطبيه لو فقط اجهزه كهرباء؟ فقط اجهزه كهرباء ميكانيك، الاجهزه الطبيه غير مشموله بالكشف.